أنا متأكدة إنه كلياتكن شايفين صور هيك كوكيز على انستغرام، بتشوفون وبتستحلون أو يا أما بتشوفون بالمحلات. شو رأيكن اليوم نحنا نعمل هيدول الكوكيز بالبيت بمكونات كتير بسيطة؟ بدنا حوالي 1.5 كوباية طحين، نص كوباية سكر بني، ربع كوباية سكر عادي، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 100 جرام زبدة، وبيضة واحدة. وأكيد فيكن أنتو تختاروا الشوكولا يلي بتفضلوا كرمال نحشي الكوكيز. وبدنا كمان تلوين غذائي أحمر وكوكو باودر. منبلش أول شي بأخذ 100 جرام من الزبدة، والزبدة أكيد لازم تكون طرية، منطلعها من البراد قبل بوقت، منضيف عليها السكر، وبعد ما نضيف السكر بدنا نخلطهم كتير منيح. هلأ بعد ما نكون خلطنا الزبدة والسكر بدنا نضيف البيضة والفانيلا، وكمان بدنا نرجع نخلطهم. متكون عنا هيك بتحسوا الخليط ستيكي. هلأ بدنا نوقف خلط بالماشين، وأكيد انتو فيكن تعملوا كل هيدا البروسس بملعقة خشب، مقدر يكون عندكن ميكسد. هلأ حضيف البيكنج باودر والطحين. هلأ أنا هون عم عوز 1.5 كوباية طحين، بس ممكن انتو تضطروا تعوزوا أكتر بشوي حسب الطحين يلي عم نعوزه. المهم انه يوصل معنا قوام العجينة الكوكيز بهيدا الشكل. حقسم هلأ عجينة الكوكيز لثلاث أجزاء، وكل جزء حنعملها بنكهة معينة. أول شي حزيد شوية تلوين غذائي أحمر على أول قسم، وعالتاني حنزيد كوكو باودر، وعالتالت حأرجع زيد شوية طحين تتكمش مع العجينة. بعد ما أكون خلطت التلوين الغذائي مع العجينة بدي زيد عليها شوية كوكو باودر، وأنا بحب أعمل هيك تا يتكون عندي اللون الأحمر المناسب مثل ما نكون شايفين. هلأ بعد ما عملنا عجينات الكوكيز صاروا جاهزين، حزيد شوية شوكليت شيبس وأرجع حطهم بالبراد لمدة ربع ساعة قبل ما نعملهم على شكل الكوكيز. انا مثل ما شفتوا اني اخترت الشوكولا جالاكسي كرمال احشي فيهم الكوكيز. انتو فيكن تختاروا حيلا نوع شوكولا انتو بتحبوه. هاحشي الفانيلا كوكيز بالشوكولا الجالاكسي العادي، والتشوكلت كوكيز هاحشيهم بالجالاكسي اللي على كراميل، والريد فلفت قررت اني احشيهم بالوايت تشوكلت. حجم الكوكيز انتو بتتحكموا فيه، انا هيدا الحجم عامل لي حوالي 12 قطعة. بدخلهم هلا على الفرن درجة الحرارة 180، اكيد محمية الفرن من قبل. بحطهم بالرف الوسط ومدورة الفرن بس من تحت، بيحتوا حوالي 15 دقيقة. اول ما نطلعهم من الفرن بنحسهم بعضهم طراية، بس ما ترجعوا تردون على الفرن لانه بيقسوا. هن الكوكيز بيكونوا طراية اول شي، بعدين بيكمشوا على بعضهم، وليكم احلاهم شي كتير بشهي. اذا بدنا ناكلهم تاني نهار يستحسن انه نسخنهم بالمايكروويف لحوالي 10 ثواني تيدوب الحشوة. وصحتين والف هنا.